تعلمت من يوسف عليه السلام. عليه السلام. السلام عليكم ورحمة الله. حلقة جديدة من برنامجكم تعلمت من يوسف عليه السلام. انتهينا المرة اللي فاتت إلى أن يعقوب عليه السلام اشتكى إلى الله سبحانه وتعالى. عايز أقول لك الشكوى اللي عملها يعقوب إلى الله جل وعلا دي فتحت له أبواب الرجاء. عايز أقول لك إن الشكوى دي كم كان فيها من الراحة والسكينة والسعادة ليعقوب عليه السلام. الشكوى إلى الله يا جماعة لو كانت بصدق فإنها تبدد ظلمات اليأس وتفتح طاقة هائلة من الرجاء. نعم، يعقوب عليه السلام بعد الشكوى دي انتقل إلى سقف عالي جدا من الرجاء للإحساس اللي حسه بعد الشكوى دي من اليقين في الله والثقة في الله، لدرجة إن هو بيقول لأبنائه دلوقتي يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يعقوب بيقول لنا إن القوم الكافرون هم اللي بيأسوا من روح الله. سبحان الله، يعني هذا كلام يعقوب عليه السلام. إذن علم إن لابد الإنسان أن يكون عنده رجاء في الله سبحانه وتعالى، وأن الرجاء في الله سبحانه وتعالى هو عمل من أعمال القلوب اللي لازم يكون لها أصل في القلب. وأصل الرجاء، وجود أصل للرجاء في القلب هو ركن من أركان الإيمان. لا يصح إيمان أحد ما عندوش رجاء في الله، زي ما يصحش إيمان أحد ما بيحبش ربنا ما بيخافش من ربنا. ينفع كده؟ لا، هذا إيمان لا يصح، لأن وجود أصل الخوف، أصل الحب، أصل الرجاء ده ركن من أركان الإيمان. لا يصح إيمان عبد ما عندوش رجاء، ما عندوش خوف، ما عندوش حب. لا يستقيم الإيمان بهذه الطريقة. لذلك أهل السنة يقولوا في العقيدة، يقولون والأمن واليأس ينقلان عن ملة الإسلام، زي ما قال الإمام الطحاوي. يعني الأمن من مكر الله، يعني ما فيش خوف، واحد ما بيخافش من ربنا خالص، هذا ينقل عن ملة الإسلام. اليأس العكس بقى، ما عندوش رجاء في ربنا خالص، دوت أيضا ينقل عن ملة الإسلام. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. يبقى أنت تعرف إن لابد دايما يكون عندك رجاء. ما ينفعش تقول لي ما فيش أمل، أنا مش عايز أسمع الكلمة ديت. ما ينفعش تقول لي أنا خلاص ما فيش فايدة فيا، أنا ما فيش فايدة فيا، أنا عمري ما هنجح، عمري ما هبقى بني آدم كويس، مش عايز أسمع الكلمة ديت. ما تقوليش أنا أصلا مش هينفع أنجح في المادة دي، أنا خلاص ما فيش أمل فيها. ما تقوليش كده، أنا مش هتوب، ما أنا جربت أتوب كذا مرة وكل مرة بقى خلاص، أنا بقى ما شكلي مش مكتوب لي إن أنا بقى إنسان تائب. مش عايز أسمع الكلمة ديت. ما تقولش ما فيش فايدة في المسلمين، مش عايزك تقولي ما فيش فايدة في البلد، وعمر البلد محلها ينصلح. ما ينفعش، لازم يكون عندك دائما أمل. الدين بتاعنا دين أمل، دين عمل. الكلمات دي كلمات يائسة. ما كانش ده حال الأنبياء على فكرة. حال الأنبياء كان إذا اشتدت الأزمات كان يرتفع عندهم الرجاء. شوف موسى عليه السلام على البحر يقول للناس إن لمدركون، وهو يقول إن معي ربي سيهدين. باب رجاء، واتفرجت فعلا من الله. النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، المشركين واقفين على رأسه، وأبو بكر يقول لو نظر أحدهم موضع قدميه لرآنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أبو بكر لا تحزن إن الله معنا. ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. يحكى في الأثر أن إبراهيم عليه السلام لما ألقوا في النار جاءه جبريل في هذه اللحظة فقال يا إبراهيم ألك حاجة؟ فقال يا جبريل أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. وكان اليوم ده هو يوم الفرج لإبراهيم عليه السلام. عايز أقول لك إن الأنبياء كانوا بيفتحوا طاقة أمل دايما لأنفسهم ولأمتهم في عز اليأس. والأسباب كلها بتقول حاجة وهم عندهم رجاء في حاجة تانية، وده من علمهم بالله سبحانه وتعالى. زكريا، إبراهيم، عندنا مثالين أهو، كانوا يعني وصلوا لسن اليأس من الإنجاب. امرأة زكريا عاقر، يعني حتى لا تنجب، لكن رغم ذلك زكريا يقول ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. زكريا يقول في أول سورة مريم ولم أكن بدعائك ربي شقية. عمري ما أشقى مع الدعاء طول ما في حياة، طول ما في أمل، زي ما قالوا لا يأس مع الحياة. فإبراهيم عليه السلام أيضا يقول رب هب لي من الصالحين. سبحان الله، زكريا رزق بولد، حتى هو من استغرب، لدرجة أنه استغرب أن الرجاء بقى واقع بالسرعة دي، ويقول أن يكون لي ولد وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قيل له كذلك الله يفعل
ما يشاء. إبراهيم عليه السلام لما قالوا الرسل يبشروه بالغلام العليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. فقال لا رجع هو أنا بسأل بس بسأل إزاي مش إن أنا مستبعد الأمر لا. وما قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. يبقى أنا أعرف إن اللي بييأس من رحمة الله هو الضال بس، أما المؤمن الصالح لا ييأس أبدا من رحمة الله. قاعدة عظيمة حطها في حياتك دايما في أمل، عايزك تقبل على التوبة مرة بعد مرة وإن شاء الله ستكون إنسان صالح في يوم من الأيام. ما تقولش أنا خلاص ما فيش أمل إن أنا أتوب، لا في أمل، بكرة هتنجح. أقع وارجع، أقع وارجع، أقع وارجع، وإن شاء الله هتوب وإن شاء الله ينصلح الحال في يوم من الأيام. رسالة لكل عاصي لا تيأس من روح الله، رسالة لكل إنسان مصلح لا تيأس من روح الله. أنا عارف الدنيا صعبة والبلد محتاجة مجهود كبير والناس محتاجين مجهود كبير، لكن لا نيأس من روح الله. البلد فيها خير والناس فيها خير والشباب فيهم خير كبير جدا، لكن محتاجين صبر، محتاجين بذل، محتاجين عمل، وإن شاء الله النتيجة تكون بفضل الله سبحانه وتعالى. فلا تيأس من روح الله. رسالة لكل أم وأب، ما تيأسيش من ابنك أبدا مهما بعد، مهما راح، مهما يعني عصاكي، لا تيأسي من روح الله. إن شاء الله يرجع عن قريب، إن شاء الله بكرة هيبقى أحسن. ما تجيش في يوم من الأيام تقولي ابني ما فيش فايدة فيه، أنا خلاص ماليش دعوة بيه، أنت من سكة وأنا من سكة. رسالة لكل مسلم لا تيأس من روح الله. ما تقولش المسلمين ما فيش فايدة فيهم، اوعى اسمعك تقول الكلمة دي. ما تقولش خلاص احنا الكفار غلبونا واحنا خلاص ما فيش أمل إن احنا نكون أمة متقدمة في يوم من الأيام ولا إن احنا ننتصر عليهم. إياك تقول الكلمة ديت، ده الكلام ده ما يطلعش من مسلم أبدا عنده رجاء في الله وعنده ثقة في الله سبحانه وتعالى. النهاردة بنفتح باب أمل، باب رجاء، نقول رسالة يعقوب لكم لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ودي حلقتنا النهاردة، ألقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.